السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا تلاميذي وأحبائي وحبيباتي تلاميذ الصف الأول، صباح الخير. يلا درشاك كلكم مقعود معاي، عافية دمه داير مدايري حتى أشنو لنحيل تمارين وتدريبات صفحة 60 وصفحة 61 من كتاب الرياضيات. موضوعنا تكوين الأعداد والجمع حتى 6. عندكم هون يا أولاد دحكوا تدريبات، هذه محلولي، هاي الكتاتيب أيضا نحللكم هي، وأيضا هوني عندكم دياكا 3+0 دحكوا، إذا هوني ماكو ولا ديك بس هذه الثلاثة، إذا 3+0 يساوي 3، وأنا قلت لكم أكبر عدد تجمعونه مع الصفر يطلع نفس العدد، لو حتى 1,000,000 يساوي 1,000,000، 100+0 يساوي 100، وهكذا. هسه هاي اللي ما محلولة عندكم، انتبهوا علي كلكم، انتبهوا درشا، هاي اللي عندكم ما محلولة، رايح نحل الكمية. هذه اشني يا اولاد؟ كنا ختمها بالعلوم، عفية دحسوقة، أو احنا نسميها الغزالة، أو نسميها ايشا ايشا طيري. كم وحدة هوني عندكم بهاي الجهة؟ 3، عفية، 1, 2, 3. إذن بهذا المربع إيش قد نكتب؟ أي رقم؟ 3، يعني إحنا هوني عندنا بهاي الجهة 3 دحسوقات، وهاي خطي الوحدة اللي سبقتم، كم وحدة؟ 1، إذن نضع بهذا المربع إيش قد؟ 1 يساوي 3+1 يساوي، هسا نجمع. نجمع عمدا نشعلولي كلهم عددهم أشقاد، 1, 2, 3, 4، إذن كم دعسوقة عندنا؟ 4، إحنا حتى نحسب السبقتهم فولا تتوهمون. إذن 3+1 يساوي 4، هنا عندنا حلزونات، هذا لبحد أشقل عدده 1، نكتب بهذا المربع 1، هذول أشقاد اللي سبقوا هذا الواحد 3، عفية بالشطار، 1, 2, 3، إذا بهذا المربع إيش قد نخلي؟ 3، لأن هون عندنا 1، أطيب أعداد عيمشي بطير، وذول 3 سبقون، إذا غيح نعيد، 1+3، غيح نجمع، 1+3 يساوي، لأن 1+3 إيش قد؟ 1, 2, 3, 4. إذا هذول الحلزونات كم واحد؟ عفية 4، والأربعة اللي من تشبه الحية اتجاهها إيه صب يا أولاد؟ من جهة اليمين، عفية بالشطار، انتبه علي أنوسي. هون كم ثانية استعمل المكعبات وكون العدد، قلنا أشنو يمن كرم؟ عفية يعني زائد، عفية بالشاطر. هون كم مكعب عندنا نعد؟ 1, 2, 3, 4, 5، إذا هوني مجموع المكعبات الأدنى أشقال 5، نضع 5 بهذا العفو، يريد من أدنى عدد المكعبات الحمض 1, 2, 3، إذا عدد مكعبات الحمض أشقال 3، عفية عفية بالشطار، شفت مشو منتبهين علي وصلحت من الغلط مالي؟ عفية بالشطار، هذه 3 زائد عدد مكعبات الزرق أشقال 2, 1, 2، عفية عفية يمان محمود، عفية بالشاطر، إذا 3+2 أشقد يساوي؟ طلعوا مصابعكم، 3 من الكف اليمين و2 من الكف اليسار، ونجمع 1, 2, 3, 4, 5، عفية، إذا 3+2 مينا؟ 5، عفية بالشاطرة. إذا نجي هون على لينا، رايح نسأل لينا، لينا كم مكعب أحمر عندنا؟ 1، إذا داخل هذا المربع نضع 1، بس وما كم مكعب أو مربع أزرق عندنا؟ عفية خلينا نعدم، بس ما خلينا نعدم، 1, 2, 3, 4، عفية، إذا كم مكعب أزرق عندنا؟ 4، هسا نجي على سارة، سارة خلينا نجمع، 1+4، إيش قد يساوي سوسو؟ طلعي بصيبعكي، 1 من الكف اليمين
وعدنا أربعة من الكف اليسار ونجمع 1 2 3 4 5. إذن 1 + 4 = 5. عفية، تقول هون شو جمعنا؟ 3 + 1 = 4، 1 + 3 أيضا يساوي 4، 3 + 2 = 5، 1 + 4 = 5. عفية بالأبطال. هسه نجي على حل صاد 61. يقل لنا كون العدد باستعمال المكعب الأحمر والمكعب الأزرق. يزن أشنو؟ عفية يعني زائد. نجمع يعني المكعبات الحمر مع المكعبات الزرق، واكتب جملة الجمع. عفية كون العدد 6. نكون العدد 6 يعني الأعداد اللي نجمعها تطلع لنا رقم 6. عفية 5 + 1. عندنا هون 5 أقلام. ما يزن كم قلم عندك؟ 5. 1 2 3 4 5. كم قلم عندك يزن؟ 5. ماما عطتك 1، ايش قصة عندك؟ كم قلم؟ عفية خلينا نجمعهم. 5 نجمعهم من الأول. 1 2 3 4 5، وهذا الواحد اللي عطتك هو ماما، ايش قصاره؟ 6. عفية، إذا 5 + 1 = 6. زين، هسه بدنا نشوف اي ما هي الاعداد اللي نجمعها ايضا يطلع لنا 6. 1 + 5 = 6. شفت؟ اما نجمع 5 + 1 = 6، او نجمع 1 + 5 = 6، او نجمع 2 + 4 = 6، او نجمع 4 + 2 = 6، او نجمع 3 + 3 = 6، او نجمع 0 + 6 = 6. شفتم يا اولاد؟ هسه نجي هون من عندنا يريد نكون العدد 5. نكون العدد 5 يعني ايما الاعداد اللي نجمعها يطلع لنا 5. 3 + 2 = 5. لو ايضا نعكسها نقول 2 + 3 ايش قد يساوي؟ 5. 2 و3 نجمع 1 2 3 4 5. هسه يا اولاد عندنا هذا المربع، هم ايضا نجمع اعداد 2 عددين حتى يكون لنا رقم 5. 3 + 2 = 5. نعكسها 2 + 3 = 5، او نطيق مثلا 1 + 4 = 5، 5 + 0 = 5. شفت شلون؟ هسه عدنا هون اجمع من خلال الجدول. اعطانا جدول نجمع 2 ونجمع رقم 3. نجمع 0 مع 2 = 2، وايضا نجمع 1 مع 2 = 1. 1 و2 دحكوا عندكم قلم. بابا اشتغل كم قلمين؟ ايش قصة عندكم؟ 1 + 2 = 1 2 3. اذا 1 + 2 = 3، يعني نجمع هالشكل. هسه نجمع 2 مع 2. اتوقعون يا اولاد؟ عندكم مثلا قلمين، هاي القلمين. المعلمة على شطارتكم وحبابين وتتابعون دروسنا وتكتبون الواجب، عطتكم المعلمة هدية من عندها قلمين. كم قلم صار عندكم؟ نعدهم 1 2 3 4. إذا مجموع الأقلام أشقد صار عندكم؟ أنتم كان عندكم 2 والمعلمة عطتكم 2، أشقد صار؟ 4. عفية 4. هسه نجي عليه من الشطور. منو؟ محمد بشار. حمودي عندك 3 + 2، ايش قد يصير عندك؟ دحقوني على الحاسبة مالنا الحلو. 1 2 3، هاي الثلاثة اللي عندك. زين، انا اعطيتوك 2، ايش قد صاروا هذولي الاثنان اللي اعطيتوك؟ هي اجمع مرشع كلهم 1 2 3 4 5. اذا 3 + 2 ايش قد يصير؟ 5.
وعافية. هسا عدنا يا أولاد أربعة نجمعة مع الإثنان، أربعة نجمعة مع الإثنان، من ما قام؟ يمان محمود أخي بالبقر، أربعة هذه عندك أربع شعر خرزات نسميها باللون الأبيض، واحد اثنان ثلاثة أربعة، هاي أربعة. بعدين إيش عطيناك؟ هو قال لك اجمع لنا الأربعة مع الإثنان، خذ اثنين الليخ، إيش قصة عندك؟ أربعة زائد اثنان، إيش اجمعنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، عفوا إذا أربعة زائد اثنان ستة. شفت ما شلون؟ أول مرة جمعنا الصفر مع الاثنان اثنان، جمعنا الواحد مع الاثنان ثلاثة، جمعنا الاثنان مع الاثنان أربعة، جمعنا الثلاثة مع الاثنان خمسة، جمعنا الأربعة مع الاثنان ستة، عفوا. هسه هون يقل لنا اجمع الصفر مع الثلاثة، والواحد مع الثلاثة، والاثنان مع الثلاثة، والثلاثة مع الثلاثة. من الشاطر يقلب صفر زائد ثلاثة؟ يلا دشا ما على اسمعكم، عفية بالشطار، ثلاثة هوني، واحد زائد ثلاثة تحكوا على ليه. هذا واحد، تمام؟ هاي خرزة واحدة، نجمع معاها ثلاث خرزات لأنه هو قال اجمع ثلاثة، هذه واحد اثنان ثلاثة. زين الواحد والثلاثة ايش قصار ونعدهم؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، إذا واحد زائد ثلاثة أربعة، والأربعة قلنا اتجاهها على اليمين، اثنين متصلة مع الاثنان تشبه الحية. هسه نجمع الاثنان مع ثلاثة، الاثنان مع ثلاثة، ناخذ الخرزات البيض، واحد اثنان، احنا عندنا اثنين، نجمعها مع مين؟ عفية بالشطار، نجمعها مع الثلاثة، عفية لينا، واحد اثنان ثلاثة. زين لينا نجمع الاثنين مع الثلاثة كم خرز يصير عندك؟ عفية خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذا اثنين زائد ثلاثة بس ما خمسة، عفية. هسا نجي مينا، مينا أشقد هذا الرقم؟ ثلاثة، عفية، إلها راسين ثلاثة، نجمع مع من مينا؟ مع الثلاثة، عفية. خلينا ناخذ خرزات الحمر، واحد اثنان ثلاثة، هذول ثلاثة نجمع معاهم ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، ايش قصة وسارة؟ قومي دارش اجمعيهم، واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة، عفية. اذا ثلاثة زائد ثلاثة يزن ستة، عفية. زين حمودي هوني ايش عملنا؟ سيد جمعنا الصفر مع الثلاثة، عفية، والواحد مع الثلاثة، بعد النوسي اجمعنا الاثنان مع الثلاثة، والثلاثة مع الثلاثة، عفية بالشطار. هسه نجي على هذا السؤال، قل لكم فكر، احنا لازم نفكر. مع سارة ثلاث فراولات، اشقد مع سارة؟ ثلاثة، نكتب عيوني ثلاثة، ومع مريم اثنان، فالنواة يعني اشنو؟ يعني زائد، يعني نجمع الفراولة العد سارة والعد مريم، لنرشع اثنينهم، كم فراولة عندهم؟ قلنا سارة ثلاثة زائد مريم، أنس عند مريم أشقد؟ اثنان، عفية، يساوي يزن، بطيقة تقوم تحلى، عفية، يلا يقوم يزن. ثلاثة طلع بصيبعك الكف اليمين، واثنان من كفك اليسار، وعدنا ثلاثة زائد اثنان، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذن ثلاثة زائد اثنان يمان كرام، عفية خمسة، وأصابع كفنا أشقد يمان محمود؟ عفية خمسة، أشعدوهم، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، يعني خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام، عفية بالشطار. هوني أنتم تحلون يا أولاد بالبيت، أعطي ابنك ستة أقداح واطلب إليه تمثيل العدد ستة، يعني نوبي تجمعون الستة مع الواحد، ونوبي تجمعون الستة مع الصفر، ونوبي تجمعون الستة مع الاثنان، وهكذا. وشكرا، وهدية لكم رايحة أقرأكم نشيد، تهمتم؟ عفية بش أصفقوا نفسكم، أنا رايحة أصفقكم، عفية بالشطار. واحد واثنان الورد في البستان، ثلاثة
ثلاثة وأربعة ناكل حتى نشبع، خمسة وستة دجاجة وقطة، سبعة وثمانية ندور حول الساقية، تسعة وعشرة تفاحة وتمرة، تسعة وعشرة تفاحة وتمرة. عفوا عفوا بالسقاط، وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.